أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. فمنذ أن التحق بهذه المدينة في أول اجتماع يعني شعرنا بأن أنا أذن المساحة الجالة على إقليم جديدة الذي كانت فيها زيد فخور اليوم هذا التكريم اللي حدث به من طرف الحضور الكريم اللي جات تتويج يعني العمل جد لمدة 4 سنوات على قضيتها على مستوى مدينة الجديدة. وكنت دائما أتطلع إلى أن أساهم مساهمة فعالة وإيجابية في تنمية هذه المدينة العزيزة علينا. وبفضل المجهودات الجبارة والتوجيهات التي السيد عامر صاحب الجلالة منذ أن تعينت أو حظيت بشرف تعييني على مستوى هذه المدينة توجيهات النيرة التي جعلتني أبذل قصارى الجهود حتى أن أكون في مستوى تطلعات الساكنة التي من خلال هذا التكريم أجدد لها يعني كل تشكرتي لدعمها ومساندتها لكافة مكونات الإدارة الترابية وعلى رأسها السيد عامر في الذي كان يوجهنا على أساس أن نضع قطار يعني التنمية بالنسبة لهذه المدينة في المسار قويم وفي مسار جد إيجابي. أشكر كذلك السادة المنتخبين والذين كانوا من كذلك سندا ودعم لنا في كل الإصلاحات التي قمنا بها وساهمنا فيها على مستوى هذه المدينة. أشكر بهذه المناسبة الهيئة المنتخبة، أشكر المصالح الأمنية بمختلف مشاربها على روح التواصل والتفاهم الوئام الذي كان يطبع علاقة الإدارة الترابية. وأشكر كذلك السادة رجال السلطة على المجهودات والانضباط الذي لمسته فيه منذ تعييني على مستوى هذه الجريدة. وأنا أعاهد الله وأعاهد كل جديدين أن سنظل وفيا لهذه المدينة وفيا لشعار الخالد الله الوطن الملك. وشكرا لكم. أبرز وجهه الجميل.